لما بيجي العيد نتلم. الله الله الله، احسنتوا. مشاهدينا مساء الخير، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني أيام العيد، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب تكون أيام العيد أيام سعادة وفرحة علينا جميعا وعلى بلدنا الجميلة. حلقة جديدة من مصر جميلة من جامعة القاهرة. كل سنة وانت طيب يا حياتي. وانت طيبة ميادة، وكل السادة المشاهدين بخير. النهاردة بما اننا بنقول مصر جميلة، كل حتة في مصرنا جميلة. النهاردة هنروح، مش هنروح، احنا جبنا بلاد طيبة لحد عندنا هنا بنحتفل بيها بأيام العيد، وكمان هنشوف التراث والعادات والتقاليد في أسوان، والعيد بيبقى عامل ازاي، وهنتكلم في حاجات كتير قوي، وهنسمع حاجات حلوة قوي قوي قوي. بينورنا النهاردة أستاذ محمد مدني العطواني، وهو مستشار شعبة المبدعين العرب باتحاد المنتجين العرب للتراث والفنون الأسوانية. أهلا بيك معنا. وكمان معنا الفنان عبد الواحد البنا، وهو نجم الجنوب. أهلا بيك معنا ومنورنا. وكمان معنا كفافة باند ومنورنا، وكل سنة وانتو طيبين. كل سنة وانتم طيبين، واحنا كلنا طيبين يا رب. ان شاء الله هنبتدي حلقتنا النهاردة على طول، لكن اعتقد ان احنا تيجي نطلع فاصل ونرجع تاني. فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية مشاهدينا، خليكم معانا. جديد رجعنا لكم مشاهدينا، وحلقتنا النهاردة في تاني ايام العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وزي ما قلنا قبل الفاصل حلقتنا النهاردة هتكون حلقة خاصة جدا، هنعيش معها اجواء جميلة جدا مع كفافة باند، وكمان هنتكلم عن اهل اسوان الجمال والطقوس المختلفة في العيد. أستاذ محمد كل سنة وانت طيب، ودايما كده الواحد بيحس ببشاشة أهل أسوان كلهم لما حضرتك بتكون معاه. أهلا وسهلا بيك، كل سنة وانت طيبين، ومصر كلها بخير وسعادة، وإحنا سعداء إن إحنا بنلتقي بحضرتك مرة تانية. والأستاذ حاتم نورنا معانا. نرحب بيكم كلكم يا جماعة رجالة، ونورتونا بجد وسعداء بيكم، ودايما أسوان في قلوبنا دايما يا جماعة. طيب أستاذ محمد، يعني انا واحد من الجيل اللي دايما بيبقى عنده نوستالجيا للعيد زمان، وفي حاجات معينه كده زي مثلا اغنيه العيد فرحه، والليله عيد، والليله دي عيد، ويا ليله العيد، الحاجات الجميله دي. بالنسبه لي لو العيد عدى عليا من غير الحاجات دي ما بيبقاش عيد. ايه الحاجات اللي زيها اللي موجوده في التراث الاسواني اللي لو ما سمعناهاش وما مارسناهاش في طقوس العيد ما يبقاش عيد؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اسوان جزء من مصر، واللي بيعمله المصريين بتعمله أسوان، ولكن أسوان لها نوع من الخصوصية. ما فيش حاجة معينة مثلا كتراث وغنى، التراث والغنى الأسواني بيبقى في ليلة العيد وأيام العيد بيبقى عبارة عن مديح. يعني دايما في شهر رمضان الفضيل بتبقى الدواوين وفي القبائل وفي كل البلاد بيبقى السهرة القرآنية زي زمان. زمان يعني كان ايام الملكيه وايام القصور، وايام كانوا يجيبوا الشيخ محمد رفعت ويقرا في رمضان ويحيي ليالي رمضان، وزالت سنه يعني ان كل القراء المصريين علموا العالم يعني دوله التلاوه المصريه. من هنا احنا عندنا السهرات القرانيه طول الشهر. طيب ليله العيد وايام العيد بيتبادر الناس ان هم يعملوا احياء ليالي السنه المحمديه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من ايام كان فضيله مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني في البلد العطواني، وفي البلاد الاخرى مدح البرد البصيريه بدون موسيقى، الانشاد الديني الرزين والوقور بدون موسيقى برضه، يعني مدحا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبتبقى فيها مسحه دينيه اكثر من ان احنا بنتجه للاغاني. ولكن مع الاعلام ومع دي كلنا تربينا على يا ليله العيد انستينا، اول ما نسمع ام كلثوم خلاص احنا كده ايه العيد العيد جه. استاذ عبد الواحد بقى، عايزاك في الاول قبل ما نبتدي كلامنا تعرفنا على الفرقه الجميله اللي موجوده معانا كده، اسمائهم كده واحد واحد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين، وانت طيب. بشكركم على الدعوه الكريمه دي ان شاء الله، ودايما مصر بخير ومصر جميله دايما. طبعا احنا فرقه كفافه بند عشان نحافظ على التراث بتاعنا يبقى موجود، وفي اطلس فولكلور الموسيقى المصريه يعني يبقى موجود فيها. طبعا معانا طبعا المايسترو مصطفى السويسي هنا وحبيبنا، الاستاذ حسين، الأستاذ رمضان، والأستاذ محمود، والأستاذ وليد، دول أعضاء الفرقة طبعا.
عشان نقدم التراث بتاعنا يعني اللي مليان بالثقافات والعديدة في محافظة أسوان. احنا ده فن الكف ده طبعا الأستاذ محمد هيعرف حضرتك أكتر بيه لأنه باحث في التراث ده ومتعمق فيه يعني، والراجل بيحمل على عاتقه يعني ان نوصل الرسالة دي لكل الناس. هو فن متداول عندنا وموجود أصلا يعني من زمان، كان ليه رواد طبعا زي الراحل رشاد عبد العال والراحل زيدان بغالي ومحمد أبليك والراحل ربيع البركة وصعود ومجموعة كبيرة عشان ما ننساش حد يعني فيهم، كانوا بيمارسوا التراث ده اللي هو فن الارتجال. حلو، فالفن ده موجود. فأنا يعني كمطرب في أسواني بحب أظهر الموضوع يواكب العصر بتاعنا، لكن الأستاذ محمد طبعا يعني مرسخ الفكرة انه يوثق التراث ده، التراث القديم ده، وانا احدث هذا التراث هو بنفس الروح لكن بمزيكا تواكب العصر وتواكب الجو. طب ما تورينا بقى بشكل عملي كده. طيب نسمع يعني اغنية، طيب نسمع حاجة كده من اللي بيقولوها الكفافة الشباب عندنا، وأنا باخدها بعمل لها تحديث موسيقي وألحان جديدة. يلا نسمع، يلا روح حبيبي. ويز الله عليك وشكرا ليك أستاذ محمد. عايزين ندي المشاهدين كده فكرة عن الكفافة. طبعا احنا على حسب ما انا فاهمة كده انه سبب تسميته بهذا الاسم ان احنا بنعتمد في الإيقاع على الكفوف، صح كده؟ بالظبط، هو الكفافة دول اللي هم بيدوا الأداء. أيوه. جمع كفاف، فالجمع بتاعها كفافة. ده أطلق على الكفافة اللي هم بيرقصوا. فن الكف ليه جذور عربية عميقة. احنا دايما بنذكر هذه المعلومة يعني ان فن الكف ممتد لما سوق عكاظ. ايه اللي كان بيحصل؟ كان بيجتمع الشعراء في الجاهلية ويتبارزوا بالشعر. هذه المبارزة الشعرية لا توجد في مصر إلا في أسوان حاليا، في كل أو معظم فنون الارتجالية، لأن أسوان بتعتمد معظم فنونها على الارتجال من واقع الحال. الارتجال في منه الفن النميم، جر النميم يعني اثنين يتبارزوا بالشعر، يطرح موضوع ويقولوا على نفس ذات الموضوع، ودائما المواضيع بتبدأ دائما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمديح، ثم يتطرق إلى مواضيع الغزل، مواضيع واقع الحال، موضوع قضية طائعة زي ما بيقولوا يعني، مثلا ممكن يعني ينزلقوا إلى الهجاء ويشتموا بعضهم بالغنى برضو، المنافسة تشتد. وفن الكف زيه، فن الكف في منه أنواع طبعا كثيرة، فن الكف في منه متلوت ومربوع وخماسي وسباعي حاليا وثمانية. ايه يعني متلوت؟ يعني ثلاث ابيات. يعني البيت كله مثلا يعني فيه ارتجال وفيه سجع وفيه قافية وفيه احكام وملكة ابداع من الفنان. بمعنى يعني نضرب مثلا، نقول ايه مثلا، الفنانين او الكفافة قالوا ذهبوا زغل العناية، ذهبوا دي خانة. الفنان قال ايه؟ ندهت في السامرجان، ندهت في السامرجان وكل اللي حب السمرجان، ذهبوا 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 زغل العين يا ذهبوا. دي الخام. المفروض ان انا اجاوب، يقول المطرب ندهت في السامرجان وكل اللي حب السمرجان، يعود ذهب في السمرجان زغل العين يا ذهبو. في ناس تحس انها طلاسم. لا مش طلاسم يا. ندهت في السامرجان كل اللي حب السمر جن. هو نفس الكلمات بتتكرر بس بتدي معنى آخر، فيه جمال وفيه إبداع وفيه ملكة الحضور. ندهته في السامر في الحفلة جاني، كل اللي حب السمر جن. طب الحبيب اللي بيحبه ده لابس إيه؟ لابس عقد ذهب فيه فص مرجان. تمام. لما نركب الكلام على بعضه، الكلام واحد، الكلمات هي واحدة، القافية واحدة، ولكن المعنى مختلف، فيه إبداع وفيه جمال وفيه تكوين صورة جمالية. على هذا النهج في حاجة اسمها مربوع زي نعناع الجنينة،
وفي خماسي ودلوقتي بيحكوا قصص سباعي وسماني. موضوع كبير وفي ابداع، ابداع ما يحكيهوش في حلقه والله يعني. أكيد. مش مبالغ. لا وفي تذوق، تذوق فظيع. لا ده ده اصلا الفن الكف ده هو الوحيد في رايي وجهه نظري، هو فن ابداع عالمي طبعا. ان فنان يقعد زي فنان عبد الواحد بدا حياته اصلا مع عمالقه الفن وكان بيقارعهم يعني. عبد الواحد سنه صغير لما بدا مع الرواد وغنى مع المرحوم رشاد عبد العال. انا هنقول الاسماء دي لو المستمعين او المشاهدين حابين يعرفوها، ما بقولش اسماء مجهوله، دلوقتي كله جوجل بيجيب لك كل حاجه. ايوه طبعا. نحب نسمع الاسماء. اكتب رشاد عبد العال تمام، اكتب زيدان ابغالي، اكتب ابليك، اكتب ربيع البركه، اكتب محمود ابو سعود، كل الاسماء اللي احنا بنقولها، اكتب ياسر رشاد على اليوتيوب على الجوجل هيطلع لك الاسماء دي وهتطلع لك. احنا بدانا في الفتره مع التكنولوجيا ان احنا نوثق الشغل بتاعهم. ده جميل جدا. كنت لسه اسالك كان لازم ده نعمل ده التوثيق كده. أيوة طبعًا. لان هو كان فن يعتبر للعامه مجهول، هو محلي في اسوان. أيوة. الحمد لله على ايد الفنان عبد الواحد من 2013 والعبد لله بدانا نسمعه عالميا يعني، طرقنا كل الابواب وعرضنا في مسارح الاوبرا كلها الا المسرح الكبير. تمام يعني فاضل شكل المسرح الكبير نعمل فيه حفله. يلا مشد حيل. وعملنا مهرجانات برضو بره وجوه. فالحقيقه انه فن يستاهل البحث والتمحيص والتدقيق فيه يعني. اكيد حضرتك النهارده في تلفزيون بلدك بتعرض الفن بتاعكو والتراث اللي احنا اتربينا عليه والعالم كله بيتفرج عليه، ودي حاجه مهمه جدا الناس كلها تعرف وتشوف. بصراحه التلفزيون المصري من يعني كل القنوات وتقريبا كمان القنوات المتخصصه، وعملنا شاركنا في افلام والافلام علشان فيها فن الكف بلا مبالغه. اي ونرجع للتاريخ وزملاتنا موجودين في المسبيرو منهم يعني، كان فيلم للرائعة حنان راضي أخذ جوائز برا. أيوة. كنا احنا مشاركين فيه في جزء فقرة في الفن الكف مرحوم محمود أبو صعود بفرقة كفافة. تمام. والفنان عبد الواحد خد جائزة التقدير في الأوبرا من هذا الفيلم. يعني أقصد أقول لحضرتك إن احنا الفن ده محتاج إن احنا نسلط الضوء، وده اللي بتعملوه وده حاجة جميلة جدا. بس الأجمل بقى لو ربنا كرمكم كده واداكم ميزانيه حلوه وتجولنا اسوان تصوروا على ارض الواقع. الله احنا نيجي على طول، احنا نيجي دلوقتي يعني. احنا قايلين الكلام ده من السنه اللي فاتت على فكره. والله ما تحقق. بس نأمل ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله ان شاء الله. عبد الواحد يعني يمكن الاسماء كلها اسماء كبيره اللي انت يعني بدات مشوارك الفني بيها واتاثرت بيها، اتاثرت بيهم ازاي؟ يعني فن الكف زي ما احنا سامعين كده ان هو فن قديم جدا وفي جزء كبير منه ارتجالي، لكن الاسماء الكبيره اللي احنا سمعناها دلوقتي اثروا فيك ازاي؟ هو اصل ارتجالي، هو اصل ارتجالي مش جزء منه، اصل ارتجالي يعني. عبد الواحد ملك يعني الارتجال في الغنى الاسواني. طب يعني هقول يعني للحديث. يعني انت ممكن ترتجل حاجه دلوقتي على طول؟ اه طبعا على يعني الحمد لله طبعا احنا اتربينا. يمكن انا اتجهت للمزيكا او التوزيع الموسيقي الجديد او عشان الموضوع يوصل للناس اسرع. أيوة. لان طبعا يعني التراث بيبقى تقيل على اللي مش عارفه، فلما يتصنفر كده ويبقى بمزيكا جميله تواكب العصر اكيد المستمع هيستقبله اكتر يعني. اكيد ما حضرتك جاي من بيئه جميله. أيوة وتخلي طبعا الحجر ينطح. فلازم هتقول احلى كلام. فاحنا عندنا يعني الراحل رشاد عبد العال ده كان يعني اسطوره هذا التراث، والراحل عبد الرويش ومجموعه كتير عشان ما ننساش حد فيهم، كانوا يعني عباقرة في هذا المجال في الارتجال وفي احياء الحفلات والافراح. يعني ما فيش عندنا حد بيتجوز او بيعمل فرح الا لازم يكون في ليلة الكف دي. فكان يعني الراحل رشاد عبد العال او عبد الرويش او المجموعة اللي موجودة دلوقتي، وفي عندنا رواد يعني انا والاستاذ محمد بنحمل على عاتقنا نوصل الرسالة. لكن احنا عندنا رواد متمكنين فيهم يعني شباب طلع برضو متربية، وعندنا يعني الفنان ياسر رشاد عبد العال، عندنا ياسر الرمال، عندنا يونس، عندنا عمار، عندنا مجموعة كبيرة عشان ما ننساش حد، طبعا حسين المنشاوي، مجموعة كتار دول متخصصين في هذا التراث. تمام. ولحد دلوقتي بيشتغلوا بالعود والطبلة والدف. طب يعني استنى بقى استنى. بص يا عبد الواحد عايزك ترتجي تقول لها ايه. ايوه استاذ محمد بص احنا انا اللي مش متخصص هقول انا لا هروح ولا عايز دواء ولا عياده، دا
ده حلاوتك سكر زياده، نورتينا الليله يا مياده. الله 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 الله. لا ثواني بقى، ثواني خدتني على غفله. انا عايز حاجه، انا هديك تو اوبشنز بما انك بترتجل. انا واحد من يعني اما تكلمني تكتب لي حاجه عن اسوان، تقول لي حاجه عن اسوان ودي سهله، لكن انا واحد من مربي الحمام، طائر الحمام وعاشق لهذا الطائر، هل تقدر ترتجل لي حاجه للحمام؟ للحمام الحمام. طبعا. طب ما تسمعني. الجمال ده، ايه الجمال ده ما شاء الله. ده انا وحاتم النهارده يعني محدش قدنا، اتعمل لنا اغنيه. طبعا ايوه ده العادي او التحيه الواجبه. الله يخليك. يعني هو لما قال الاستاذ حاتم تو اوبشنز، لا خليهم 20 اوبشنز. نيفر مايند. طب احنا زي ما بيقولوا احنا نكمل ال 20 النهارده في الحلقه، ايه رايك؟ مش مشكله لو عندك مشكلة وقت والهوا شغال ماشي، يلا بينا خلاص سجل 10 حلقات. يلا بينا. يا الفكره اني لا يبدع في هذا الفن وفي هذا المجال الا من كان يملك لسان عربي مبين. صحيح. طبعا مع الفارق في التشبيه، كل العرب ان انزلناه قرانا عربيا، فاحنا متربيين على حفظ القران ومتربيين على والفن الوحيد اللي كل الاسره تاخدها تروح تسمع بدون ما تسمع كلمة تخدش الحياة. صحيح. صحيح. وهو الوحيد اللي اسمه أنا من وجهة نظري برضو إن هو الفن الشعبي. مش الفن الشعبي اللي هو المهرجانات. أي. لا، الفن الشعبي اللي هو يشارك الشعب في صنعه. فلو تخيلنا إن القعدة دي سامر. مطرب أهو على المسرح ودول كفافة بيشاركوا. أي. والناس اللي هم بتوع الآلات الموسيقى العود والدف والكلام من ده. وإحنا كمستمعين قاعدين بنعمل إيه؟ ده احنا قاعدين بنوجه الراجل ده، يعني هو حضرتك انت سمعت منه. هل حضرتك لما سمعت منه هل هو خرج على القافيه خالص؟ لا خالص. بالوزن بالوزن. انت عندك شك ان هو الكلام ده كان محفوظ خالص؟ بدليل ان انا اللي قلت له اختار الحمام، يعني انا جميل. ما قلتلوش. اذا يعني هو انت عملته ادته وبش عشان ما زنقوش، يعني قلت له اتكلمنا على اسوان او الحمام فهو اللي اختار. احنا بنسميها بقى ايه؟ الكفاف وقف المطرب في الخانه. جايه من زنقته في الخانه، يعني هاي خانه. يعني اديته لغز او اديته عباره عن سؤال وعليه ان هو يجاوب، او اديته طرحت له موضوع وعليه ان هو يقول عليه، فانت طلبت منه موضوع فقال هو على الحمام. يعني نعم طلع بمنتهى اللباقه من الخانه اللي احنا زنقنا فيها دي. فالناس المستمعين قاعدين دول بيشاركوا في صنع الفن ده في الليله دي. ليه؟ لانه الفن لو خرج عن السياق او مثلا قال اي كلام حشاور له وانا قاعد اقول له لا ده انت أي. والكفافة حيقولوا له أنت خرجت برا الموضوع، ممكن يوقفوه برضو. فكل الناس اللي موجودين في السامر بيشاركوا في صنع، عشان كده بيطلع فن متقن فيه إبداع فيه جمال. ويكفي أن الكينج محمد منير لما غنى نعناع الجنينة. أيوة. أنا هضرب لك مثلا. أيوة. مثل حي. هو طبعا ما ألفش الكلمات دو، ما فيش شاعر ألف له الكلام اللي هو تغنى في نعناع الجنينة. هم ثلاث أربع أبيات استسهلهم لوضوح كلماتهم. أوكي. الكينج محمد منير. وكانت قالوا الثلاث أبيات، يعني كل واحد من كانت ليلة فرح عادي جدا، ولكن احتدم الوطيس زي ما بيقولوا. واشتدت المعركة في المنافسة الشعرية، فأنتجت عندنا جمال وبهاء في النعناع الجنينة الكلمات اللي احنا سمعناهم من الكينج محمد منير. وعمل لهم توزيع موسيقي جميل، دول تغنوا في فرح عادي جدا شعبي. وكفافة نزلوا وقالوا النعناع الجنينة وبدأوا يتغزلوا في محاسن العروسة ولا العروسة أحد الحاضرين. العروسة حدش يقدر يكلمها ولا حدش يقرب عليها، ولكن هو غزل عفيف يعني ترومبيلك وقف عجلاته من دريون مش هو الكلام ده كله. ممكن تقول الجملة بقى تاني عشان أنا دايما بيحيرني كلام نعناع. ترومبيلك وقف أيوة عجلاته أيوة من دريون، يعني حاجة كده ملعلطة. حاجة جميلة باللهجة الدارجة الأسواني. الأسواني. ترومبيلك وقف ترومبيلك العربية. العربية. عجلات من دريون. ده هو كده واختار أسهل الكلمات اللي ممكن يعني إيه إحنا نقول فيها تتفهم. أي. وعمل لها توزيع موسيقي جميل جدا يتواكب مع حب الشعب المصري للرقص. فالأغنية طلعت راقصة. أي. لكن هون نعناع الجنينة في أصلها برضو فيها ارتجال وفيها إبداع، وعبد الواحد من أكتر الناس اللي قالوا فيها يعني. طب عبد الواحد احنا طبعا بما اننا في اجواء عيد يعني دايما بتحلى الافراح في العيد، وناس كتيره جدا بتحدد ميعاد فرحها في العيد، قول لنا بقى حاجه كده لكل العرايس والعرسان اللي يعني بيحتفلوا بفرحهم في الايام اللي احنا فيها دي.
والله يعني طبعا انا الحمد لله عندي اغاني كتير طبعا من التراث العربي بتاعنا. كنت بحرص برضو اني اجيب الاغاني القديمه بتاعت الجدات والعمات والخالات. الله عليك. اللي بيغنوها في الافراح اللي هي بتحيي الفرح. مش الشباب بس اللي بيرقصوا، لا يعني ده انت بتغذي الروح الناس الكبيره، امهاتنا وجداتنا وعماتنا بيقوموا يشاوروا لي ويرقصوا لي في الفرح بسبب الاغاني دي. فنسمع مثلا يوم ما زغرتيلي، يوم جيتك راكب الهجان، دي من التراث بتاعنا كانوا بيغنوها الجداد. فالعريس بيقول امه يا ماما زغرتيلي، زغرتيلي يوم جيتك راكب الهجان. الهجان هو الجمل زمان. جيتك راكب الهجان متقلد بسيفي، يعني شايل سيفي. يا يما بشبه العرسان، يعني انا بشبه ايه رايك فيا، بشبه العرسان فعلا. فنسمعها مع بعض حاجه من التراث القديم بتاعنا كده. ابو واحد غنى لحظه مصطفى، لحظه يعني معلومه واجبه يعني بامانه امس عشان قاعد. عبد الواحد غنى للام وزي ما قال لك للعمه وللخاله ولاخت العروسه ولاخو العريس وعم العريس، اغاني مخصوصه لكل فئه. لذلك هو يعني ما شاء الله الله اكبر، يعني بعد العيد ده بيبقى بشهرين كده محجوز من قبلها بست شهور ما شاء الله. ليه؟ لان كل الاسره بتفرح وبتغنى. يعني انا النهارده بقول له اطلب الاغنيه، اقول له اغنيه يا اما اغنيه العمه اغنيه الخاله كده يعني. الله الله الله. طيب استاذ محمد، لو رجعنا تاني بقى لاجواء العيد في اسوان، حضرتك قلت ان الاختلافات بسيطه جدا ما بين القاهره واسوان في الاحتفال بالعيد. لا الاختلافات شاسعه، بقول شاسع شاسعة. بس هو في تشابه في موضوع الاغاني. كنت حضرتك بتسالي على ايه اللي بنسمعه من اغاني او موسيقى. لا انا بتكلم على اجواء الاحتفال، بتعملوا ايه بقى؟ يعني مش مجرد زي ما بيقولوا جنينه، رايحين الجنينه ورايحين حديقه وفسحه الحديثه او اللي هي دي. لا طبعا رقم واحد التزاور والاهل والتحابب والكلام ده كله. طب خلينا ناخدها واحده واحده. النهارده ليله الوقفه مثلا وبكره العيد، بنعمل ايه بقى من الوقفه للعيد؟ من الوقفه بنستعد ازاي ونقضي بعد الصلاه؟ مبدئيا ما حدش بينام في وانا صابح على العيد. تمام. يعني زي ما انا بكمل في رمضان كده وصلي الفجر واصحى، لا احنا وبننام بعد الفجر، لا احنا بنكمل اليوم كله بالنسبه لعيد الفطر. فشيء طبيعي ان الناس اولا في مجموعه من الشباب، انا بتكلم على اديك نموذج عندنا في البلد مثلا في اطوان وبيتكرر في كل قرى الاسوان. مجموعه من الشباب بيبقى حريص على انه يجي ليله العيد من بعد العشاء، يبدا بعد ما فيش تراويح طبعا في اليوم ده، نبدا نجهز ساحه الصلاه لان احنا لازم نصلي في الخلاء. في الخلاء صحيح. كل البلد بتصلي في مكان واحد. حتى ايام الكورونا كنا بنتحايل كل نجع يصلي مع بعضه. يعني فلازم يكون في جمعه. فساحة العيد بتبقى بتاعت الخلاء اللي هي بتضم البلد كلها، بتبقى كبيرة بتاخد وقت كتير. فمجموعة كبيرة من الشباب بيكون بينظف في ساحة العيد ويفرشها ويجهزها للصلاة. مجموعة. المجموعة الثانية الأخرى اللي هي الناس بتجهز الخيام اللي هتبقى فيها الاستقبال بتاع الضيوف. يعني احنا النهاردة الخيمة أو الديوان أو المنظرة بتاعت القبيلة تبقى مفروشة في رمضان للسهرة. بتبقى ليله العيد الشباب اللي موجود في الخيام دي يقعد ينظف فيها نظافه زياده، لان صبحيه العيد بيبقى فيه وفود بتتزاور من قبائل بتزور بعضيها. واللي هو مثلا يدوبك اول عيد عليه من الناس الميتين نروح ترحم عليه. الناس بتتلكك على اي مناسبه على اساس انها تبقى بعضيها مع بعضيها. صحيح. في لحمه وفي الكلام ده. فطبعا بيبقى فيه الفطار، بيبقى معظم الناس بتبقى فطار في الخيمه او في المقر بتاع العائله ده. البسكوت والحلويات والحاجات اللي هي موجوده في حاجات معينه خاصه باسوان في الحكايه دي. حلويات يعني بتعملوا كحك زي هنا كله زينا ولا حاجات هو نفس الطريقه، ولكن مع يعني اختلاف في الصنع شويه. انه بيبقى فيه ايه هنا بيتعمل الحاجات اللي هي احنا مش عايزين نقول ايه يعني بسرعه كده استهلاكيه ووفر في المقادير والخامات وكلام من ده. لا هناك بيحاولوا الناس انها تبقى حاجه طبيعيه فيها سمن بلد وفيها مش عارف ايه. الله عليك العالميه بقى. ايوه يعني بجد جايين لكم احنا نطلع من الحاله عليكم على طول، ما بقاش فيها استخسار يعني زي ما بنقول. يعني فاهم حضرتك. تمام. بس بعد العيد بقى الصبحيه بتبقى الناس يعني يصلي. في ناس بتروح تزور المقابر بعد كده نروح نصلي. يعني الشارع او الحي او النجع والبلد
تلاقي ناس رايحة وناس جاية، السيدات والبنات هم اللي بيبقوا في البيت والشباب أنا ممكن أروح أصبح على ابن عمي وأهل عمي وأهل أخوالي وكذا، وهو في نفس الوقت هم يكون بيصبح عندي في البيت، فمش مهم إن إحنا نتقابل كشباب نتقابل في الشوارع صحيح. لكن السيدات تبقى موجودة بروح نسلم على الأم والجدة ونبوس إيديها والكلام ده كله بيبقى في يعني شكل جميل. حتى الناس اللي عندنا لجان صلح بتحاول إنها تبقى لجان الصلح بتقفل مواضيعها، يعني إيه تشوف مين اللي ما قدرتش تحله في رمضان من مشاكل وتحاول تحلها في العيد صبحية العيد. دي حاجة حلوة قوي، يعني كل يعني بتحاولوا ان الناس كلها تبقى متصالحة والناس كلها تبقى معيدة وهي مفيش مشاكل عندها خالص. الناس عندنا في أسوان ببساطة ببساطة والله بدون مبالغة بتطبق، يعني معظم الناس مش يعني إلا من رحم ربي يعني، يعني كل بلد فيها وفيها أي. ولكن الغالبية الأعم بتحاول تطبق السنة المحمدية كمان، لان انت رمضان بتقفل حساب بتاع السنه، فانت داخل على انك عايزه ايه بدايه جديده بقى. حاجه فريش ايوه، فالحاجه الجديده لازم اقفل الدفاتر القديمه. يعني لجان الصلح بتشتغل، لجان الزكاه بتشتغل، مش عارف ايه بتشتغل، فبيبقى في خير كتير طبعا بيطبق عملي على ارض الواقع من خلال مشاريع كتيره تنمويه وقصص كبيره، يعني مش موضوع مجرد انه عيد ومناسبه جات وخلاص يعني. تمام انت موافق على الكلام ده طبعا؟ طب وبتفكر تسمعنا ايه؟ وانا قاعد بفكر عايز ازنقك في خانه برضه، احطك في حته كده بس مش هزنقك، عايز اسمع منك حاجه حلوه. سمعنا انت. انت عارف ان قوه الكف وقوه الابداع بتاع الفنان من قوه ما يطرح عليه من موضوع، يعني من قوه الخانه وقوه الاوبشن اللي انت بتقول عليه. فكر في موضوع. انا عجبتني حته الوزه اللي في الاول اللي راحت ترعى وتشتغل في البحر وبتاع، عجبتني قوي. انا بحب الطبيعه واصوات طيور وحمام وكلام. انا عاشق للطبيعه والطبيعه المصريه وخصوصا في اسوان، وجيت اسوان كتير جدا وعاشق للنيل هناك وشربت منه زي كل الناس اللي راحت، زي السياح ما بيعملوا كده يجوا يشربوا من النيل العادي الطبيعي. طالما شربت من النيل يبقى هترجع لها تاني. ما انا جاي لك يجوا تنورونا طبعا. هي يمكن احنا هناك حتى الفنون يعني عندنا الاول كانت في البدايات الفنون بالفطره، يعني الناس دي مثلا ما دخلتش كونسرفاتوار او مثلا اتعلمت في نقابه المهن الموسيقيه او اتدربت على ايادي اساتذه في 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 المزيكا والمقامات، لا بالفطره بالسمع. يمكن الفن سماعي اكتر ما هو دراسه، وبتلاقيهم بيبدعوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الالحان وبيبدعوا في المواضيع، يعني مثل الراحل مثلا احمد منيب عليه رحمه الله، طاقه الشمس طبعا على اسوان كلها. ففي عندنا يعني ما شاء الله عديد من الفنون كعببده وجعفره وعكرميه وعليجات ففي ناس كتير هناك. يمكن الاعلام ما كانش واخد باله من الناس دي، لان لا بس الفنان احمد منيب الدنيا كلها عارفاه وحافظاه اغانيه كلها طبعًا يعني احنا ناس يعني بنعشق الفن الجميل والفنان الجميل. طب هو يا حاتم انت متخيل ان احنا وقتنا جري لدرجه ان احنا معانا بس دقيقتين؟ لا والله والله يعني الناس الجميله دي فعلا الوقت معاكوا جري بسرعه جدا، اديتونا طاقه ايجابيه غير عاديه. الابتسامه الحلوه دي انا متخيله ان هي بتترجم لنا كل بشاشه وطيبه دي مش عشان طيبه اهل اسوان يعني. والله احنا حظنا حلو ان حضرتك موجود معانا النهارده، نورتونا وبنحس دايما كده بجمال اسوان. والناس اللي قالت لي ان انا كنت بعكس المذيعه السنه اللي فاتت، ده طبيعي، هي يعني حد متالق الله يخليك، واحنا محتاجين دواء لعياده فعلا، هي سكر زياده قاعد تستحيل مياده الله يخليك نورتونا بجد، وكفافه باند بجد بتمتعونا وبتنورونا كل سنه كل سنه وانتم طيبين.